معانا على التليفون الدكتور مصطفى ابو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصاديه. دكتور مساء الخير واهلا بحضرتك. مساء النور استاذه ريهام. اهلا وسهلا. قل لي، شايف ازاي انخفاض معدل التضخم الى ادنى مستوياته منذ 14 عام وان كان بيدل على شيء، فما هو هذا الشيء؟ تمام، خلينا في البدايه نقول ان معدل التضخم ده المشاهد برضو يعرف ايه هو معناه وايه دلالته واثاره عليه. هو نسبة الزيادة أو التراجع في أسعار السلع من الفواكه واللحوم والأسماك والدواجن اللي بيحتاجها المواطن بشكل أساسي. لما نشوف النهاردة إن معدل التضخم تراجع ل 5.7% في العام المالي 19-20 مقابل 13.9% عن العام المالي الماضي 18-19، ده بيعد ترجمه وانعكاس لكافه الجهود اللي بذلتها الحكومه من خلال الاهتمام بقطاع الصناعه والزراعه في زياده الانتاج وبالتالي توافر كافه السلع والمنتجات داخل السوق المصري. بمعنى ان طالما ان المنتجات كلها متاحه في الاسواق ونسبه المعروض منها اكبر من الطلب عليها، فده بيؤدي الى تراجع في معدل التضخم، والعكس صحيح. يعني لما بيكون في قله في المعروض من السلع والمنتجات مقابل الزياده على الطلب على تلك المنتجات، ده بيؤدي الى زياده الاسعار. وده الدوله نجحت فيه بشكل كبير جدا، بنشوفه من خلال زياده المنتجات للدوله في اكثر من مكان على في كافه انحاء الجمهوريه. والرئيس عبد الفتاح السيسي بيبقى مهتم جدا ب توفر كافة السلع والمنتجات اللي بيحتاجها المواطن، خاصة احنا شفنا في أزمة كورونا ما كانش عندنا أزمة في توافر أي سلعة أو أي منتج داخل السوق، وده بيعزز من تراجع معدل التضخم، وده بيفيد المواطن إن هو الدخل الحقيقي للقوة الشرائية بيزيد، بيقدر يخليه إن هو يشتري أزيد من كافة السلع والمنتجات. طالما ان العملة هي قوتها بتزيد، فبتزود معاه قوته الشرائية لكافة السلع والمنتجات. ده برضو بيخلينا نروح ان معدل التضخم ده بيأثر طبعا على الشكل الاقتصادي للدولة، لان معدل التضخم لما بيتراجع بتتراجع معاه اسعار الفايدة، وهنا بيزود عملية والتوسعات في خطوط الانتاج، وبالتالي زياده الانتاج من السلع والمنتجات بشكل كبير جدا، ومعاه طبعا بيوفر الكثير من فرص العمل المباشره والغير المباشره. طبعا احنا دايما بنهم الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء بيصدر رقم، والبنك المركزي بيصدر رقم ثاني. البنك الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء أسعار كافة المنتجات في جميع المناطق على 1000 سلعة تقريبا، لكن البنك المركزي بيقيس أسعار المنتجات ناقص منها الأسعار المواد الغذائية اللي بيحصل فيها تغير في الأسعار، لكن الاثنين نفس المنهجية ما بيكونش فيه أي تضارب بين الرقمين، وبالتالي ده بيكون عامل مساعد جدا في رؤية مصر للاستثمار والتوسع، بتكون مرآة كمان للمستثمرين ان حالة الاقتصاد المصري مستقر وبينمو وبيتوسع. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى ابو زيد على هذا التحليل، شكرا ليك.